باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان دهر الدهور كلها آمين. النهاردة عشان ياحت نحوم النبي دايما يتقري في تذكار الأنبياء إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 23 من عدد 14 لعدد 36. ولو لاحظت وركزت المسيح كل شوية يقول أيها الكتبة والفريسيون المراؤون ويل لكم. ركز قوي على حتة المراؤون. كل الويلات دي بيتكلم فيها عن مرض اسمه مرض الرياء. مرض الرياء، مرض الرياء أن الواحد بيمشي بسلوكين مختلفين تماما عن بعض، قدام ربنا بحاجة وقدام الناس بحاجة تاني. هما قدام ربنا زي ما بيقولوا كده يصفوا عن البعوضة ويبلعون الجمل، يعني بيدققوا قوي في الحاجات الصغيرة قوي، لكن ممكن يعملوا خطايا كبيرة قوي. يقول لك يطلبوا العشور بتاع الشبت والنعناع والكمون، يدققوا قوي وينسوا الرحمة والإيمان والحكمة. طب إيه ده؟ ربنا مش عايز كده، ربنا مش عايز المنظرين، مش عايز الوشين. أنت قدام الناس بحاجة وقدامي أنا بحاجة تانية، عمال تدقق مع الناس في الشبت والكمون والنعناع وأنت أصلا ما عندكش أي إيمان، ما فيش إيمان عندك، ما عندكش رحمة، تطلب من الناس حاجات وانت أصلا ما بتعملهاش، ولو بتعملها بتعملها قدام ربنا ظاهريا ظاهريا. ربنا يسوع ادانا أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس عن مرض الرياء ده. قال الفريسي والعشار، الراجل الفريسي داخل الهيكل عمال يصلي قدام ربنا بيصلي، بس عمال يدين الناس كلها، هو شايف نفسه ان هو بار قدام ربنا، ان هو بار، انا لست مثل هؤلاء الخاطفين الظالمين الزناة، انا بصوم مرتين في الاسبوع وبعشر كل ما اقتنيه. قدام ربنا انت بتعمل الوصايا كلها، لكن من جوه كله ادانه، كله ادانه. التاني العشار اللي وقف يصلي يقول اللهم ارحمني انا الخاطئ، ما بصش لخطيته التاني ده خالص، بص لخطايا الناس. فالمرائي دايما يبص على الناس ما يبصش على نفسه، كل الناس بيعملوا الغلط الا انا، إلا أنا. إيه معناها أن أنا أجي الكنيسة وأحضر عشية وأحضر السهرة وأحضر القداس وبعد كده أرجع البيت أتخانق وأشتم بألفاظ صعبة وأقول لهم أنتم ما تروحوش الكنيسة ليه، أنا لسه جاي من الكنيسة. هم كانوا سبب عصرة، الكتب والفريسيين دول سبب عصرة كبيرة، فما ينفعش ان انا اجي الكنيسه واصلي واحضر تسبيحه واتناول وبعد كده ارجع بوش تاني سلوك تاني، ما ده رياء. زي ما انا في الكنيسه زي ما انا بره. في القداس يقول لك قبلوا بعضكم بعضا. طب لو حد جنبك وانت مش زعلان منه هتقبله ازاي؟ القلب من جوه ممكن من بره اقبله عادي، لكن من جوه مش طايقه، ما ده رياء. قدام الناس بحبك لكن انا مش طايقك. طب ما المشكله ان ربنا هو اللي شايفني، ربنا عارف جوايا ايه، ما ينفعش ابقى اكون بمنظرين، ما ينفعش اكون شكلين، ما ينفعش اكون امشي بسلوكين. انا حتى لو ما بحبش اللي جنبي ده انا اقول له يا رب وسع قلبي ناحيته،
يمكن العيب في أنا مش في هو، يمكن العيب في أفكاري أنا، أنا اللي مدقق زيادة عن اللزوم. طب أنا في عيوب كتير، ويقعد يدين نفسه مش يدين الآخر. ده في ناس يقول لك ايه، لا انا بيقول انا ساعات الواحد يخش الكنيسه مش عايز يبص لفلان او الفلانة، مش عايز يصبح عليهم، مش عايز يسلم عليهم. طب انا جاي اعمل ايه؟ ما قبلوا بعضكم، دي ايه؟ مصالحه، قبلة المصالحه، قبلة سلام. طب فين السلام اللي جوايا؟ فين المصالحه مع الناس؟ ما فيش. طب ما ده رياء، طب ما ده رياء. فين المحبه للناس كلها؟ فين؟ مفيش. فاحنا عايزين، المسيح ما قالش الويلات دي للكتبة والفريسين بس في الجيل بتاعهم، لا، إلى أن تأتي الساعة. هذا الكلام موجه لكل العالم، للناس كلها. خلي بالك من مرض الرياء. مرض الرياء دايما يخليني أدور على نفسي، ما أدورش على الآخر. يكون منظري حلو، شكلي حلو، لكن جوايا بقى ايه؟ مش مهم. قبور من بره مبيضه، لكن من جوه ايه؟ مملوءه ايه؟ نجاسه. لا، لازم ادقق. جوه زي بره، جوايا زي بره. ما ينفعش ان انا يبقى ليا اتنين سلوك، جوه الكنيسة بحاجة ولما اروح البيت او في الشارع او في الشغل حاجة تانية. في الشغل بيشتموا، فانا ممكن اشتم زيهم عادي. في الشغل بياخدوا حاجة مش بتاعتهم عادي، ما هو كله بياخد. واجي الكنيسة عادي جدا وصلي عادي. طب ازاي؟ ويمكن كمان اقعد ادين واحد بيعمل زيي، ادين واحد بيعمل زيي بالظبط. طيب المسيح قال كده، قبل ما تشيل الخشبة اللي في عينيك، قبل ما تشيل القزة اللي في عين أخوك، شيل الخشبة اللي في عينيك أولا. توب أنت الأول. فإحنا عايزين ما يبقاش في الكنيسة جايين بقلب واحد، فكر واحد، جاي بفكر توبة، جاي بفكر أن أنا أتقابل مع المسيح، احط قدامه كل خطيتي، ما بصش على خطايا الناس. مش مهم الناس تشوفني ازاي، المهم المسيح يشوفني ازاي. المهم ارض المسيح، مش مهم ارض الناس. المسيح يبص عليا كده يلاقي القلب النقي التقي ده، يبقى فرحان بيا فعلا. مش باجي الكنيسه كما لقوم عاده، جيت كتير الكنيسه، تناولت كتير. طب ايه التغيير اللي في حياتي؟ كل واحد يقول لنفسه ايه التغيير اللي حصل في حياتي؟ انا زي ما انا ولا انا اتغيرت بالفعل؟ انا ليه لسه لساني صعب؟ زي في ناس تدقق قوي في حاجات معينه، مثلا يعني تلاقي شماس مثلا مدقق في الالحان قوي، والهزه الزياده والهزه الناقصه، ولساني اصلا وحش، ولساني وحش. طب ايه معناها ان انا بحفظ الحان ولساني وحش وقلبي وحش؟ ما تجيش الاتنين مع بعض، ده رياء. ربنا مش عايز هزات، ربنا عمره ما عايز هزات، ربنا عايز قلب. ويعني الناس اللي مش حافظه الالحان مش هتخش السماء؟ هتخش السماء، تخش بالسماء بالقلب. ويا ترى لما الواحد بيصلي بالالحان بيصليها بالقلب، ولا اهو لحن وخلاص بغني؟ ما ينفعش، ده رياء. لما اجي اصلي بالقلب. فالانجيل بي دايما كلمه ربنا حيه تصحيني. لو الواحد، لو انا عندي مرض الرياء ده، خلي بالي المسيح النهارده بيكلمني. مش مهم الناس، المهم انا. مش مهم انك تدقق في حاجات صغيره وانت اصلا عندك اصعب منها. عند ناس تانيه تدقق معاهم وجواك خطايا اكبر، تصفي عن البعوضه وتبلع الجمل.
يعني تدقق قوي في الصغيره، والكبيره عندك خطايا كبيره، فما ينفعش. شوفوا الشاب الغني اللي راح للمسيح من بره، جميل حافظ الوصايا كلها. طب تعالى بقى، اذهب بيع كل مالك وتعالى اتبعني وشيل الصليب. لا شكرا شكرا، ما ليه سلوكين. ساعة الجد لا، ما اعرفش ما اعرفش ربنا، لكن انا حافظ الوصايا، حافظها، لا تقتل لا تسرق، ها ها ها، كل ده حافظه، لكن تعالى بقى عيش، لا ما اعرفش، ما ينفعش. يبقى من بره حاجة ومن جوه حاجة تانية خالص. في قصة في الكتاب المقدس عن نبي اسمه بلعام بن بعور. بلعام بن بعور ده ملك مؤاب، قال له تعالى أنا عارف إن أنت نبي وربنا يسمع لكلامك، تعالى أنا ألعن الشعب ده. قال له أبدا، ده لو كنوز الدنيا ما لعنهوش أبدا، ويجيبه مرة واثنين وثلاثة أبدا، وفي الآخر يقول له إيه، أنت لو عايز الشعب ده يبعد عن ربنا خليه يعبد الأوثان ويزني مع بنات مؤاب، وأخذ أجرته بس من بره بس عمال. ونبي وتنبأ عن نبوة عن المسيح واضحة جدا، من بره حاجة ومن جوه حاجة تاني. طب ليه كده؟ يهوذا لما الست جابت الطيب ودهنته على المسيح، سكبت الطيب عن المسيح، قال لا لا لا، ايه ده؟ ليه كده؟ مش كان ده يتباع، يتاخد ويتباع للفقراء ب 300 دينار؟ قال يعني مهتم بالايه؟ بالفقراء. طب وانت كنت ايه؟ كان امين الصندوق. طب وكنت بتعمل ايه في الصندوق؟ بسرق الصندوق. فانت من بره مهتم بالفقراء ومن جوه ايه؟ بتسرق. ده رياء. من جوه من بره تلميذ للمسيح، ومن جوه ايه؟ سلمت المسيح. سلوكين مختلفين ضد بعض. خلي بالك، انا مش لازم ابقى بوش واحد وبمنظر واحد وفكر واحد. فكر التوبة لما شماس يقول اسجدوا لله بخوف ورعدة، كل واحد يسأل نفسه، هو أنا سجدت بالروح ولا سجدت بالجسد فقط؟ لو سجدت بالجسد فقط يبقى عادي. طب فين الروح؟ فين اسجدوا لله بخوف؟ فين مخافة ربنا؟ فين مخافة ربنا؟ احنا مش شاسيهات تنزل وتقف وخلاص، لا، احنا أرواح فعلا بسجد بالروح والحق، بسجد بمخافة ربنا. جاي الكنيسة ركز في توبتي بس، عندي خطايا كتير، جاي أقعد قدام المسيح النهاردة وأقول له يا رب طلعني إن أنا فرحانة من الكنيسة أو فرحان من الكنيسة، تايب عن كل خطية. طب واللي جنبي واللي ورايا ماليش دعوة، أنا مالي، خليني في حالي. يا رب أذكر يا رب كل الناس اللي في الكنيسة دول، فرح يا رب قلوب الناس اللي في الكنيسة، جاي أصلي، جاي تقابل مع المسيح، مش جاي تقابل مع الناس، جاي اتحد بالمسيح. القداسات من كترتها خلاص أهمية جسد ودم المسيح بقت عادي خلاص. امبارح بالليل كان في قداس، والنهارده قداس، وبكره قداس، وبعده قداس، كل يوم بتناول، خلاص راحت المهابة. لكن مين اللي على المذبح؟ جسد ودم المسيح نفسه، عمانوئيل، إلهنا. طب في خشوع وفي رهبة، في مخافة، في توبة، في تغيير. هو ده المطلوب مننا. مش عايزين نسمع عبارة ويل لكم، دي مش بتاعتنا، لا، احنا عايزين نسمع طوبة لكم، نسمع الطوبة. يا بختك، يا بختك انك جيت الكنيسة وتوبت، يا بختك انك جيت الكنيسة وصليت من اجل نفسك من اجل بيتك، يا بختك انك غيرت لسانك. في ناس كتير صايمة
صايم عن الاكل لكن مش صايم عن اللسان. الشتيمه زي ما هي والحلفان زي ما هو والكذب زي ما هو، لكن من بره صايم صايم، لكن ما فيش ضبط لساني، ما فيش ضبط الافكاري، انا زي ما انا. عايزين نسمع الطوبه، مش عايزين نسمع الويلات دي ابدا، مش بتاعتنا ابدا. الويلات دي تحذيرات تنبيهات فقط، عشان الواحد لو بعد شويه يرجع تاني. وحضن المسيح مفتوح والكنيسه مفتوحه وباب التوبه مفتوح وباب الرجاء مفتوح لاي انسان. الواحد النهارده يقول له يا رب انا عايز اسمع كلمه توبه منك، مش عايز اسمع ويل لكم دي. انا يمكن عندي خطايا كتير جدا يا رب، بس انا احطها النهارده على المذبح، احطها النهارده قدامك يا رب. ماليش دعوه بالناس، ماليش دعوه بخطايا الناس، مش بدور على نفسي ولا بدور على ان حد يقول لي برافو ولا انت قديس ولا ماليش في الكلام ده. المهم انت تحكم عليا يا رب، مش الناس اللي يحكموا عليا. ممكن الناس تحكم عليا ان انا راجل كويس جدا لكن من جوايا وحش. مين اللي عارفني ومين اللي كشفني؟ ربنا. فانا عايز ابقى قدام ربنا كويس. اسمع طوبى لكم، طوبى لكم على طول. ربنا يدينا ان احنا نسمع طوبى لكم دي على طول، ونبعد عن ويل لكم ايها الكتب والفرسيين. لالهنا كل مجد وكرامنا الان كله وانتهى دور ارسال الرام.